اول حاجه الماتش يعني نسبيا النتيجه دي الحاجه اللي احنا عايزينها، الاداء ممكن يبقى فيه احسن من كده بكتير. صفقات النادي الاهلي كلها مهمه طبعا، النهارده الماتش كان ناقصه مودست ورضا سليم، فاعتقد ان هم هيبقوا اضافه قويه جدا في دور المجموعات. الحمد لله 3-0. طبعا النادي الاهلي ده دايما مفرحنا، وهو احلى ماتش يعني احسن فريق في الدنيا كلها. هو الاداء الحمد لله كان كويس يعني نسبيا الحمد لله حلو، طبعا بدايه حلوه للبطوله ال 12 ان شاء الله لافريقيا. 3-0 نتيجه كويسه، ان شاء الله الاداء اللي جاي مع الفرق الاقوى هيكون احسن. الصفقات طبعا شفنا صفقه امام عاشور النهارده يعني، والماتشات اللي قبل كده روعه. الحمد لله طبعا مبسوطين جدا بالفوز، حاجه كنا رايحين يعني مستنيينها. بالنسبه للصفقات احنا مبسوطين جدا بموديست ورضا وامام، واكيد كنا يعني مستنيين منهم اللي جاي احسن. كان اداء النهارده كان اداء كويس، الشوط الاول يمكن ما كانش قد كده، في الشوط الثاني اللعيبه بدات تروح اكتر على الجون وتعمل هجمات، وكان ماتش كويس في المجمل. والصفقات الجديده يمكن الحمد لله حتى شفناها في ماتش الاهلي والمصري، كان ماتش كويس، والصفقات الجديده كلها ظهرت بشكل كويس. كان اداء كويس جدا والصفقات كويسه، واللعيبه بدات تاخد يعني الماتش على محمل الجد، وبتلعب بقلب وروح بقى الفانيلا وفانيلا الحمراء وفانيله الاهلي. والله يعني هو كان اداء صراحه كويس النهارده، يعني كان في شويه تضييع فرص، وبرده كان في لعب يعني بيبقى مش تمام قوي في نص الملعب، ان هو في كور بتضيع وكده، كان ناقصهم شويه تركيز في النهاية كور، بس هو كان ماتش كويس يعني. لا الاداء النهارده كان ما شاء الله كان حلو قوي، يعني انا مبسوط من الفرقه كلها، مع ان ما شفناش رضا سليم، ما شفناهوش لسه كتير برضه، هو مودست نفسي اشوفهم اكتر. والله الحمد لله النهارده ان احنا كسبنا، الاهلي عمل صفقات قويه في بدايه الموسم، والحمد لله بدات انها تجيب النتيجه سواء في الماتش اللي فات او في الماتش ده، وربنا يسهل في اللي جاي يعني ان شاء الله. الماتش النهارده كان كويس الصراحه.